بسم الله، هنشوف ازاي نصدر الشغل من الراينو للسكتش اب. هبدأ اعمل سيلكت على الحاجات اللي انا عايز اصدرها واقول له فايل اكسبورت سيلكتد، واختار هنا ان انا عايز اصدر سكتش اب. هتلاقي ميزات كتير جدا تقدر تصدر ليها، بقول له مثلا صدر برقم 13، وهنا عندك اختيارات ان انت تسيفها صغيرة، ان انت تسيف الجيومتري بس، ان انت تسيف تكتشر معاها. اقول له سيف، بيقول لي عايز سيف على انهي سكتش اب. هقول له مثلا على سكتش اب، خليها مثلا سكتش اب 5. اوكي، وبعد كده اروح للسكتش ده واقول له هنا اوبن واختار رقم 13 واقول له اوبن. هتيجي تعمل زون هتلاقي الشغل بتاعك هو بشكل تصدر الى السكتش اب.